السلام عليكم الخوت، تبارك الله عليكم. مرحبا بكم في الجولة اللي غادي نوريكم فيها العديد ديال التصاميم اللي خدمناها هنايا، منها جوج ديال البيوت وجوج الحمامات وجوج السيج وراس كلواريس وكوزينة وصالون بلازما وحيط تحجرت. هادشي كامل هتشوفوه معنا هنا. كما لاحظتوا هاد البلاصة هادي بحال الدوت، كاينة الدوت وكاينة هادي عملنا لها واحد اليد، وكاينة واحد السينيفة دايزة مع جناب واحد اليد. لاحظتوا بلافو مازال ما نشفشي، ملي كينشف كنرجع اللون ديالو كامل بيض. هنايا تسيجو على الباسيو جا الارض ديالو صغير، وكاين واحد الفندو هو في الجنب. هنايا الدوتشا غابنا على بلافو السينيفا مع الجنب باش كيجي فيها غير السبورطات. وهنايا الا لاحظتوا كما قلنا كاين واحد الفندو هو مع الجنب، ضربنا ديك الطابله مع هنيشان. هنايا الكوزينه اولا خدمناها بهاد الشكل هذا اللي هو عصري، شي حاجه ديال اليوم مودرن بالطريقه اللي كتشوفوا، يعني بالميد ديالها التصميم الاضواء هو هذا اللي شفتو في الصوره. فينيسيو ما راكم كتشوفوا الاخوان، ناحيه الطلق ناحيه المسائل كامله مضبوطه صح، كل شيء هو هذاك الاخوان. ودابا غادي نمروا الاتجاهات يخدم بعد ما شفتوا الكوزينه كيفاش خدمناها الاخوان. كيجيو لا سبورتاس كما لاحظتوا في الصوره في الوسط، كيجيو لا سبورتاس. تقدر يعني ماشي ضروري تتمني في الصوره 100%، تقدر مثلا شي بلاصه عجبك تسمي فيها سبورتاس كتسمي. كاين هذاك اللي كيشوفنا الليد، الليد ديال الجنب اللي هو 8 سنتيم، والليد ديال الوسط هو 6 ديال سنتيم. هذيك الليد ماشي ميزان بلا، يعني الطابله ديال الجنب هو هذا واحد 2 سنتيم زايده. السيجور هذا راكم شفتوه. دابا غادي نمروا واش غتشوفوا معنا الصاله. الصالون اللي هو هذا شفتوا التصميم كيفاش خدمناه، اللي فيها 9 متر وشي 19 ولا 39 في الطول على 6 متر وشي حاجه، تبارك الله تقريبا 60 متر. الطريقه للتصميم اللي خدمنا عليها هي هذه، الطول اللي سايجو فيهم خشب ديال الليزر. وكاين الليد كيشوفنا الليد هنا على 5 ديال المراحل، كاين الجوانكرو في الطرف مع الحيط باش تقدر تعمل الانسان اللي بغى يعمل خاميه اولا الرواق، وكذلك يعطي ديكور. وكاين الليد اللي لاحظتو الليد الاولي الثاني الثالث الرابع، وكاين الليد الوسط هو الخامس، يعني الليد على 5 ديال المراحل. وغادي يكون عندنا الليزر، الليزر ديال السي ان سي هو هاد المكان فين كاين الفراغ هذاك تما ان شاء الله يربي من بعد ما عزقوا الصباغه وغنشوف القبض ديالنا. وكاين عاد نركبو الخشب الليزر، كاين البلازما عاوتاني هي جات داك الحيط كبير بالتحجر ديالها تا هو. تشوفو الديكور ديالها كيفاش تخدمت، يعني شفتوها من قبل كيفاش تخدمت من البداية حتى النهاية بجميع التفاصيل. هنايا كاين هاد الحائط هذا اللي كيدخل في الباسيو أولا في الكلوار كنجبروه تا هو مع الإلكتريسيان ديالنا هو هذا. هاد الحائط هذا كما لاحظتوا الاخوان كنجبروه في الداخله ديال الباب، مور الباب اولا الحائط. هنايا هاد السيجور تا هو خدمناه باليد والزواقه. وكاينه جوج بيوت، البيس الاولي اللي هو هذا امامكم، كاينه واحد الغرغر وكاينه الليد كيشوفنا الليد. التصويره اولا التصميم اللي خدمنا عليه هو اللي غادي نوريكم دابا بعد قليل كيفاش خدمنا. هو هذا التصميم اللي خدمنا عليه الاخوان، السامبل بلا اللي ما كيطلعش في الراس، هذا هو اللي رجع كيتخدم بكثره واللي كيطلبوه الناس بكثره، السامبل بلا وكيدوم وما كيطيحلوش الموديل ديالو. هو كلشي مزيان الاخوان، كتبقى غير مساله الاذواق، الانسان اللي كتعجبو شي حاجه يعملها باش نجيو من الاخر الاخوان. كاينه بعض الناس كيقولوا لي شنو نعمل شنو الطريقه اش من القبس اللي مزيان، القبس كامل مزيان الاخوان، كيبقى فحالو فحال اللباس فحالو فحال الماكله، الحاجه اللي كتعجبك عملها ما تسمع حتى شي واحد. الديكور اللي خدمناه هو هذا الاخوان، الطابله في الجنب والليد جاء على عباره على كورنيزا. السيجور هنا من ناحيه الزواقه واحد الدرجه ديال الليد، جوج بيوت كاينه هذا الصغير وياخر كبير، وديك الحيط ديال التحجر كما قلت لكم الاخوان. انسان كيعجبو بلدي يعمل بلدي، بلدي تا هو عنده الناس ديالو كيعطي ديكور ديالو، السامبل عنده الناس ديالو، المهم كل شيء مزيان حتى بلدي. انا بعدا كيعجبني البلدي وكيعجبني الرومي، باش نكونوا واضحين الاخوان، النهار اللي يرزقني الله يعني نمد الدار ديالي كنقول نعمل فيها البلدي والرومي. هذا هي كشاركت معكم لاول مره، كنشارك معكم يعني الفكره ديالي شنو انا كان يعني مزيان يكون مثلا الدار انسان في حدا باته. هنا راه دخلنا البلدي والرومي، الا لاحظتوا واخا دخلناه قليل في الكلوار واخا الى مسا لمحه ولا شي شويه. هنايا البلازما لاحظتوا بعد تحجرت جات زوينه الاخوان، طلعت رائعه. داك لي طاجي راه غيكون فيهم الضوء، ونتمنى تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو وديتوا فكره، وان شاء الله نتلاقاو.